شوف حاليا المترو ينقل، كان ينقل العام اللي فات 1,000,000 مسافر في الشهر، كيف فتحنا توسيع الحراش مشى الى 2,000,000. لو كان نفتح توسيعات اخرى تتضعف، ممكن 4 ملايين، ممكن 5 ملايين. والشيء الايجابي في مترو الجزائر لانه قيمة الاستغلال راح تساوي قيمة التكلفة يعني المدخول، وهو من أوائل المتروات في العالم اللي راح ممكن يدير يعني كيليبر في ما بين الاكسبلطاسيون. سيد وزير يعني